مجلس النواب يوافق بالأغلبية على مقترح تعديل اتفاق صخيرات المقدم من المبعوث الأممي. في الذكرى الأولى لإعلان استشهاد الشيخ نادر العمراني، دعوات إلى التسريع في نشر نتائج التحقيقات. مطالبات دولية للسلطات الليبية بمحاسبة المتورطين في الاتجار بالبشر، والأمم المتحدة تعلن فتح تحقيق في هذا الشأن. وتتابعون أيضا في العاصمة، بعد عام على عودة الأهالي، المؤسسات الخدمية لا تزال غائبة عن مدينة سرت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العاصمة. أهلا بكم. أفاد عضو مجلس النواب عيسى العرابي بأنه جرى التصويت اليوم بالأغلبية على مقترح تعديل الاتفاق السياسي المقدم من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة. وأوضح أو أضاف العرابي في اتصال مع قناة النبأ أن 80 عضوا حضروا جلسة المجلس، صوت منهم 40 نائبا بالموافقة. وأشار العربي إلى أن هناك عددا من النواب صوتوا على المبادرة التي قدمها عدد من أعضاء البرلمان في القاهرة، فيما امتنع آخرون عن التصويت. من جهته استنكر عضو مجلس النواب زياد دغيم التصويت على مقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة، الذي يعتمد بحسب قوله على الفصل بين المسارات وإعطاء الأولوية للسلطة التنفيذية فقط. وأضاف دغيم في اتصال مع قناة النبأ أن سلامة يهدف إلى إنهاء الحوار وإفشاله وتوسيع الهوى بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بطرح آلية مغرية للبرلمان ومرفوضة في كل مناسبة من مجلس الدولة بحسب قوله. ونستعرض في الورقة التالية أبرز ما تضمنه مقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة. تتكون السلطة التنفيذية بحسب مقترح سلامة من مجلسي الدولة والوزراء، تشكل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص. مقرها طرابلس، ويمكن ممارسة أعمالها من أي مدينة أخرى. يواصل المجلسان أعمالهما إلى حين انعقاد انتخابات نيابية رئاسية. يتكون مجلس الدولة من رئيس ونائبين، ويتخذ قراراته بالإجماع. عملية اختيار أعضاء مجلس الدولة: تقدم قوائم تضم 3 مرشحين. يمثل المرشحون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى. يشترط في قبول المرشحين الثلاث حصولهم على تزكية 10 أعضاء من مجلس النواب وعشرة آخرين من مجلس الدولة. تقبل التزكية بإشراف لجنة من مقرري المجلسين وممثلي الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. اختصاصات الرئاسة: تمثيل الدولة خارجيا، اعتماد ممثلي الدولة والهيئات الأجنبية، الإشراف على أعمال مجلس الرئاسة، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش، تسمية رئيس مجلس الوزراء، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات، تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية، تعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم، إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. تشكيل الحكومة: تتكون الحكومة من مجلس الوزراء، أما اختصاصاتها فهي كالتالي: وضع وتنفيذ برامج الحكومة لفترة توليها، اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها. في سياق متصل، طلب أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس عقيل الصالح بإلغاء القرار رقم 32 لسنة 2017 والقاضي بإنشاء هيئة القضاء والسيطرة وإحالة رئيسها للتحقيق. وعزى الأعضاء ذلك في بيان لهم الاثنين إلى تأكدهم من صدور تعليمات من رئيس الهيئة يقضي بمنع نزول طائرة النواب في مطار طبرق الأحد الماضي، ما تسبب في تعطيل جلسات المجلس. يذكر أن مجلس النواب يعقد الثلاثاء جلسة لمساءلة وزير الداخلية وعددا من المسؤولين بشأن حادثة منع نزول الطائرة.
من جهتها استنكرت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة حادثة منع طائرة النواب من النزول في تبرق. قالت سرقيوة في مداخلة ببرنامج الأصيلة الخمسة على قناة النبأ أن الانقسام السياسي وغياب المسؤولية وضياع مؤسسة الدولة كانت وراء حادثة المنع. إن احنا في انقسام المؤسسات وضياع دولة المؤسسات والانقسام السياسي الذي يعني ظاهر واضح يعني بين تبرق وبين طرابلس، هذا كان طبعا أحد الأسباب غياب المسؤولية والاهتمام. يعني كثير من الموظفين يتصرفون بدون يعني من رؤوسهم احنا زي ما نقول. يعني أنا ما أقدرش يعني نحكم بالضبط نشوف. هذا وتوالت ردود الفعل بشأن حادثة منع الطائرة الأممية المقلة لأعضاء مجلس النواب من الهبوط في مطار تبرق، وتباينت الشهادات والمواقف بشأن الحادثة. نستعرض جانبا منها في التقرير التالي. لدواع أمنية منع قرابة 30 نائبا من هبوط طائرتهم التابعة للأمم المتحدة في مطار تبرق. حادثة أثارت جدلا واسعا في الأوساط المحلية، سيما وأنها انتهكت حصانتين دبلوماسيتين هما حصانة النواب السياسية وأخرى تتمتع بها الطائرة الأممية. إن من قام بهذا الإجراء لا شك أنه يسعى لعرقلة العملية السياسية في ليبيا. غير أن رواية النواب قوبلت برواية مختلفة أعلنها فتح المريمي المستشار الإعلامي لعقيل صالح، مفادها أن الطائرة خطبت عندما كانت في أجواء مطار بنينة ببنغازي وليس في تبرق. ما حدث تحديدا هو مخابرة كابتن الطائرة وطلبوا منه أسماء الذين في كشف الركاب، فرفض الإبداء بأسماء الركاب، وكذلك طلب منه الهبوط في مطار بنغازي ورفض ورجع إلى مطار طرابلس. فعلا الطائرة لم تصل إلى أجواء مدينة تبرق، وكل ما حدث كان في أجواء مطار بنينة. رواية المريم استندت على شهادة مدير مطار تبرق الدولي حسن هليل الذي أكد في مداخلة متلفزة أن الطائرة الدبلوماسية لم تصل المجال الجوي لمطار تبرق. هم ما يقدرش يتصلوا بينا لأن هي أصلا ما جاتناش هذه الطائرة، ما دخلتش على أجواء مطار تبرق أصلا. تتالت تصريحات النواب التي زالت الموقف إبهاما. النائب إسماعيل الشريف يؤكد استيفاء الطائرة الأممية كافة الموافقات وشروط السلامة الجوية واضطرارها للعودة إلى مطار معيتيقا بعد منعها من الهبوط في تبرق. منعت الطائرة من الهبوط في الوقت الذي ينتظر النواب انعقاد جلسة مكتملة النصاب بشأن تعديل الاتفاق السياسي، لكن المراقب للمشهد السياسي في البلاد يرجح تنفيذ حكومة الثني لتهديداتها بإيقاف كل من ثبت تعامله مع الحكومة. وفي موضوع آخر، أغرب العاملون أو أعرب العاملون بمطار تبرق الدولي عن استيائهم من تصرفات رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني تجاه مدينتهم، ومن بينها إيقاف الرحلات الداخلية من مطار طرابلس إلى تبرق. وأكد العاملون أنهم لن يصمتوا تجاه ما وصفوها بالقرارات المجحفة بحق المدينة، وأنهم سينفذون وقفة احتجاجية الأسبوع الجاري ضد سياسة الحكومة. وهدد العاملون باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. تمر اليوم سنة على إعلان استشهاد الشيخ نادر العمراني عضو مجلس البحوث والدراسات بدار الإفتاء الليبية، واختطف الشيخ العمراني في أكتوبر من العام الماضي قبل أن يعترف باغتياله المتهم بالقضية في 21 من نوفمبر في السنة ذاتها. نتابع. لقد أصابت علم السنة والحديث الذي كان يذود عليه وكان معظما له وكان يقف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزها، وقتله واغتياله هو اعتداء على الإسلام وعلى المسلمين. انتهاك حق البشر في الحياة هو العدوان الأكبر على إنسانيتهم التي أكرمهم الله بها. لا تزال والدة الشيخ نادر العمراني
تنتظر استلام جثمان ولدها الذي أعلن عن استشهاده في مثل هذا اليوم من العام الماضي. نطالب حاجة واحدة، مانيش حازنة، مانيش معيطة، مانيش باكية، لين يجيبوا لي جثمانة، يجيبوا لي جثمانة نزغرط، يجيبوا لي جثمانة نحني، يجيبوني جثمانة ندير حفلة. لكن توا لا، القصاص القصاص، نبي جثمان ولدي، نبي جثمان ولدي. ليش حرموني منه في الدنيا يحرموني من جثمانة؟ شنو الذنب اللي درته؟ ولم تجف دموع ابنته وبقية أولاده منذ فجعوا فيه إثر مقتله بعد اختطافه في أكتوبر 2016. ترددت أصداء استشهاد الشيخ نادر العمراني في طرابلس وليبيا والعالم أجمع، فقد أبنه ورثاه العلماء والفقهاء وطلبة العلم الشرعي في مختلف بقاع الأرض. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا فرس تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. لم يحمل العمراني سلاحا غير سلاح العلم، ولم يخض حروبا غير حروب الحجة والبرهان. من حرض على قتل الشيخ نادر؟ من قتل الشيخ نادر ولماذا؟ من تستر على قتلة الشيخ وسهل فرارهم؟ أسئلة ما تزال تنتظر الإجابة رغم مرور سنة على استشهاده، حتى لا يصبح القتل أسلوبا لحسم الخلافات الفقهية والفكرية والسياسية لكل من أعجزته مقارعة الحجة بالحجة ونقض الفكرة بمثلها. دعت الخارجية الفرنسية والسلطات الليبية إلى القيام بواجبها تجاه المهاجرين الموجودين على أراضيها. وحذرت الخارجية في بيان لها الاثنين من أن مصداقية الحكومة المقترحة والجهات الفاعلة في ليبيا التي تستطيع مساعدة المهاجرين على المحك. أضافت الخارجية الفرنسية أن وضع حد لأعمال العنف والاتجار بالبشر لا يكون إلا في إطار حل سياسي شامل وبدعم من جيش موحد بإشراف السلطة المدنية. من جانبه طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الليبية بالتحرك ومحاربة المسؤولين عن الاتجار بالبشر وتقديمهم للعدالة. ونقلت وكالة أكل إيطالية عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغريني قولها أن بروكسل مصممة على الاستمرار في العمل لتحسين حياة المهاجرين بليبيا. كشف بيان صادر عن مكتب موغريني أنها ناقشت مع رئيس الاتحاد الأفريقي ألفا كوندي وضع المهاجرين في ليبيا، خاصة عقب نشر تحقيق عن وجود سوق للعبيد هناك. إلى ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين فتح تحقيق أممي لتقصي فيما أثير بشأن بيع المهاجرين الأفارقة في ليبيا. ودعا غوتيريش جميع السلطات المختصة إلى التحقيق في هذه الأعمال دون إبطاء وتقديم مرتكبيها للعدالة. عد غوتيريش ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان وفظاعة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية على حد قوله. إفريقيا، استدعت بوركينا فاسو الاثنين سفيرها لدى ليبيا على خلفية تقرير شبكة CNN الأمريكية عن بيع المهاجرين بالمزاد في ليبيا. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية البوركيني ألفاباري قوله إنهم استدعوا كذلك القائم بالأعمال الليبي في وادوغوغو للتعبير عن غضب بلاده إزاء صور الاتجار بالبشر وفق الوكالة. يلتقي زعماء أفارقة وأوروبيون الأسبوع المقبل في العاصمة الإيفورية في قمة تتصدرها قضية الهجرة وجهود أوروبا للتعامل معها بالتعاون مع ليبيا. العاصمة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجديد موروث شعبي يحافظ على وجوده في الأكلات الليبية.
أهلا بكم من جديد. احتفل العالم في 20 نوفمبر الجاري باليوم العالمي للطفل، وقد أحيت ليبيا هذه المناسبة في ظل وضع استثنائي يعيشه الأطفال، يؤكد ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة والعمل على إنقاذها من براثن الضياع والعنف والتطرف. أطفال يمرحون ويلعبون، وآخرون يجندون ويخطفون. مفارقة كبرى بين طرفين، لكنها حقيقة لا مفر منها. أطفال في أوطانهم مستقرون، وآخرون وجدوا أنفسهم في بيئة غير بيئتهم بسبب ظروف الحرب أو بسبب مغادرة أوطانهم قسراً لا اختياراً. الاحتفال باليوم العالمي للطفل يعيد للواجهة من جديد وضع الطفل الليبي الذي يعيش أوضاعا غير مستقرة نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، ظروف أدت بدورها إلى تفشي ظواهر مختلة عديدة لدى هؤلاء الأطفال، حيث ضبطت مخدرات في حقائب أطفال يدرسون في المرحلة الابتدائية. وأمام هول هذا الواقع أصدر خبراء ليبيون صيحة فزع كثيرة جراء الآثار النفسية والاجتماعية للاضطرابات الأمنية التي انعكست سلبا على الأطفال. وبلغ الأمر حد وصف الخبراء مواليد 5 سنوات الماضية أنهم أطفال حروب يعانون اضطرابات سلوكية. الاضطرابات النفسية والسلوكية لا تقف عند هذا الحد، فتعليم الطفل الليبي في حد ذاته أصبح مهددا في ظل نقص المدارس وسوء الأوضاع الدراسية لعدم توفر البيئة الملائمة للتعليم، الأمر الذي أدى إلى تسرب أطفال من المدارس لينخرطوا في أتون الصراع والتناحر الدائر. وضع يهدد حياة هؤلاء الأطفال الذين فقدوا أمنهم ودراستهم وحريتهم، لكن ورغم قتامة الوضع تبقى نافذة الأمل دائما مفتوحة أمام أحلامهم في انتظار مستقبل أفضل تغيب فيه الصراعات ليحيا الأطفال بسلام في بلادهم. قال وزير المالية بالحكومة المقترحة أسامة حماد أن الوضع المالي والاقتصادي بليبيا ليس بالسوء الذي وصفه بعض المسؤولين. وأضاف حماد في بيان له الاثنين أن البلاد تعيش مرحلة من التعثر الاقتصادي ما أثر سلبا على مصادر تمويل الميزانية العامة. ودعا وزير مالية المقترح المسؤولين بالرئاسي المقترح ومجلسي النواب والدولة المنبثق عن اتفاق الخيرات إلى تغليب مصلحة الوطن وانتشال المواطن مما وصفه بالوضع الاقتصادي المزري. قال عضو المجلس الرئاسي المقترح محمد العماري إن المجلس يرفض تبني الحلول الأمنية بحق عمداء بلديات المنطقة الشرقية. وطلب العماري في تصريح لوكالة الأنباء الصينية بعدم التعرض للعمداء وتقييد حرية تنقلهم من أي طرف كان. أكد عضو الرئاسي المقترح أن زيارات عمداء المنطقة الشرقية للعاصمة طرابلس ما زالت مستمرة. يعود مسلسل طرح الأحمال إلى عدد من المدن والمناطق الليبية مجددا، ويتصدر قائمة الأزمات التي يعيشها المواطن ثقل جديد يؤرق حياته اليومية ويكون سببا في عرقلة بعض القطاعات الخدمية. لنتابع. تعافي قطاع الكهرباء في ليبيا لم يدم طويلا ليعود وينتكس من جديد، وتعود معه ساعة طرح الأحمال وإن كانت بساعات قليلة على أغلب مناطق البلاد. 4 فصول في السنة لم تشهد الشبكة استقرارا تاما، بل يزداد الوضع تأزما في فصلي الشتاء والصيف رغم تشغيل كافة الوحدات التي كانت تحت الصيانة. الشركة العامة للكهرباء أرجعت أسباب عودة طرح الأحمال إلى الطلب المتزايد على الشبكة والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى الإسراف المفرط من أصحاب المحلات الذي عدته الشركة سببا رئيسا في تدهور القطاع. لعل أبرز من يواجه هذا الكابوس هو القطاع الصحي المعتمد بشكل أساسي على الكهرباء لتشغيل معداته للمرضى كأجهزة الكلى وحاضنة الأطفال أيضا، فغيابه سيساهم في وقوع كارثة إنسانية في حال عدم وضع حلول جذرية لهذه الإشكالية. أزمة كادت أن تنتهي مع استكمال مشروع ضخم في الجنوب الليبي هو محطة أبار الغازية،
إلا أن الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة أعادت البلاد إلى حالة الإظلام بعد اختطاف مهندسين أجانب كانوا مشرفين على المحطة. يبقى المواطن في حالة قلق وتوتر جراء تعدد الأزمات، لتضيف أزمة الكهرباء عبئاً آخر تؤرق معيشته المثقلة بأعباء الحياة اليومية باستمرارها. طلب عدد من أهالي ومنظمات المجتمع المدني بسبها خلال وقفة احتجاجية الاثنين طلبوا المجلس الرئاسي المقترح بفرض الأمن وتفعيل أجهزة القضاء والوفاء بالتزاماته تجاه المدينة. ندين ونستنكر الوضع الأمني المتردي في المدينة سبها، نطالب من حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي بدعم الأجهزة الأمنية واتخاذ كل التدابير اللازمة لبسط الأمن بالمنطقة الجنوبية لحماية المؤسسات الدولة والمرافق الحيوية وتأمين الطرق الرئيسية لوصول الخدمات المعيشية للمواطنين من مواد غذائية ودواء ووقود وغاز الطهي أسوة بالمناطق الأخرى. ثانيا، نطالب من المجلس البلدي سبها بالتعاون مع مديرية أمن سبها لتفعيل القضاء والنيابة والسجون بالمدينة. ونبقى بالمنطقة الجنوبية، حيث نظمت مؤسسات المجتمع المدني والمشايخ وأعيان ومكونات فزان بوادي البونيس وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تفعيل مطار تمنهنت. ودعا المحتجون في بيان لهم الحكومات وصناع القرار إلى تحمل مسؤوليتهم واتخاذ قرارات لإعادة تفعيل المطار وتسيير الرحلات من الجنوب الليبي وإليه. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى الإنصات لأهل الجنوب وتؤكد حاجة أهالي المنطقة للمطار. جئنا لنشارك في الوقفة الاحتجاجية بخصوص عدم فتح مطار تمنهنت، ونرجو من جهات المسؤولة بالمساهمة في فتح المطار، لأن المطار يقدم جميع الخدمات للمواطنين، حيث سقط كثير من الناس نتيجة في الطرقات نتيجة الحوادث التي سببها لعدم وجود مطار جوي ينقل المرضى. وفي أخبارنا المنوعة، يشتهر الجديد في ليبيا باسم القرقوش، وهو عبارة عن لحم مملح ينشر لأيام حتى يجف، ويمر القرقوش بمراحل أخرى تحفظه إلى حين استخدامه في الأكلات الشعبية. التقرير التالي يحمل المزيد عن القرقوش فلنتابع. اشتهر في أكثر من دولة عربية، وموجود إلى حد كبير في جل أنحاء العالم بأسماء وطرق إعداد كثيرة. إنه اللحم المجفف، أو كما معروف في ليبيا باسم القرقوش أو القديد، وهو لحم مملح ينشر أياما حتى يجف، ثم يقلى في دهن الخروف أو زيت أو زبدة، ويحفظ في وعاء إلى حين استخدامه في الوجبات الشعبية منها الشكشوكة ورجدة البرمة والكسكسي وأنواع أخرى من الأكلات الليبية المشهورة. وقت حامو ريح يعني، وقت حامو 6 أيام، حتى 6 أيام 70 نشره خلاص يقب كله، يقب يبوي ويقعد تقول ايش. الحاجة مراحل تقدم على تشريح اللحم بسكين إلى أجزاء رفيعة نوعا ما، وتضع القليل من الكركم الأصفر والملح، ومن ثم تضيف المكونات التتبيلية في صحن كبير وتمزجها حتى يتخلل كل أجزاء قطع اللحم، وتنشره بعدئذ على حبال وتتركه لأيام عدة في الظل. ومن الأفضل تجفيف اللحم في جو مشمس، وأيضا يجب تفقده بين الحين والآخر وتغطيته بقماش حتى يجف. وبعد استواء اللحم في الشمس يقطع إلى مربعات بطول الإصبع وعرض الإصبعين، ويقلى في دهن الخروف أو الزيت على نار هادئة حتى لا يحترق الدهن، ومن ثم نصفيه من الزيوت القليل مع الاحتفاظ بها، ونضعه في وعاء لحفظه ونغطيه جيدا منعا لدخول الهواء إليه. طيب في ما في شوال هذاك نظيف وسمن تلف عليه وتعصبه كعليه عشان يصير له شيء خلاص يبقى ملح ويبقى خلاص. وين ما تطبخ تحطه يبي في صينيه تصب عليه مي، حيد من الملح شوي خف منه، تحطه في طبيخته وتطبخ. القديد حيلة لتخزين اللحم في تلك الأزمنة التي لم تشهد الثلاجة، وهو وجبة تعود الليبيون أن يقتاتوا عليها طوال فصل الشتاء لما فيها من قيمة غذائية كبيرة، فضلا عن كونه من الموروثات الشعبية الضاربة في القدم. العاصمة مستمرة وتتابعون فيها الملف الخدمي بعد قليل.
ساكن في العمارة هذه كما تشبه في الدور الرابع. شوف يعني حتى يعني المنظر شوف السلم بتاع العمارة كيف. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بعد عام على عودة الأهالي إلى مدينة سرت عقب طرد تنظيم الدولة منها، لا تزال المؤسسات الخدمية التي تمتلك الدور الأهم في إرجاع الحياة إلى طبيعتها غائبة. مدينة سرت تفتقر أيضا إلى السيولة بالمصارف التي فتحت أبوابها للزبائن على غرار سائر المدن. التقرير التالي يحمل مزيدا من التفاصيل. أمل يتجدد بعد ولادته من رحم ألم مديد خلفته الحروب، وإرادة تتغلب على ما يقف عارضا أمام سير الحياة الكريمة بالعلم والعمل. هذا ما رصدناه في عزيمة أهالي مدينة سرت بعد مرور عام على عودتها إلى حضن الوطن. تكلفة باهظة تكبدتها المدينة ثمنا للتخلص من رعونة تنظيم الدولة وسطوته بعدما حولها إلى معسكر مفتوح. هنا ركام المنازل والمباني في أحد أحياء سرت لم يجد أهلها خياراً أفضل من العودة إليها على حالها لعدم قدرتهم على توفير مسكن بديل يأويهم وأطفالهم. أنا ساكن في العمارة هذه فيما تشبه في الدور الرابع. شوف يعني حتى يعني المنظر شوف السلم بتاع العمارة كيف، حتى الحماية على السلم ما فيش، لكن نتيجة الحاجة يعني الواحد تشبه في ظروف المادية والسيولة مش قادرين الواحد يأجر ولا ساكنين بالسيف، يعني وضع مأساوي الحقيقة. دور المؤسسات الخدمية يبقى هو الأهم في إرجاع الحياة إلى طبيعتها داخل المدينة، ولكنها هي الأخرى تبدو غائبة إلى جانب بعض المصارف التجارية التي فتحت أبوابها للزبائن دون سيولة كافية على غرار سائر المدن، مضيفة إلى أعباء المواطنين عبئاً فوق عبء غلاء الأسعار. ولعل قطاع التعليم على خلاف معظم الخدمات يشهد تحسناً ملحوظاً في صيانة ما تضرر منه، خصوصاً جامعة سرت حيث تسير العملية التعليمية على وجه يبدو لائق. أما من الناحية الأمنية فإن المدينة لا تنعم بأمن يزيد عن باقي المدن الأخرى، لكن هنا يبرز الدور الهام لغرفة العمليات الميدانية للبنيان المرصوص التي تسعى جاهدة لأن يكون الأمان طابع دائم يخيم عليها. هذا ورصدت النبأ رأى عدد من أهالي سرت عن أوضاعهم بعد عودتهم إلى المدينة. لا والله مصارف في اللي فتحات، عدة مصارف فتحات وفي اللي مسكرات وفي اللي تأخر في الفتح، مع أن زي ما تقول موقعين عليهم أنه بيفتحوا واحد، لكن مدراء المصارف تأخر وعارفين الشيء هذا زين عرب سرت، فهمت ولا؟ لكن الناس ما تبي شيء، الناس يعني الله يبارك السيولة متوفرة عندهم، يعني الفلوس والمصارف موجودات، لكن ما فيش كيف يضمن. نص مفتوحة ونص لا، يقولوا ما فيش سيولة، نصهم يصينوا فين ونصهم وفي مصارف أمورهم تامة، لكن يقولوا ما فيش سيولة. دلنا شنو نظام مندوبين، معناها ضروري نبوا السيولة، بس احنا في المدينة ناقصتنا السيولة حتمشي المدينة إلى القدام. والله كيف ما تشوف الحياة عادت نوعا ما وبجهود يعني بسيطة جدا جدا، الحمد لله عادت الحياة كيف ما كانت. ونحب نشكر أعضاء التدريس ورئيس الجامعة بصفة خاصة وبجميع الطلبة اللي هم ساهموا في عودة الجامعة كيف ما كانت. والله وضع الحق ما شاء الله تبارك الله، تخش بالبطاقة وتطلع بالبطاقة وداخل الأمن يبرم الحق، ما فيش لا مشاكل لا قصدك لا في حد يجي من برا، لا حد يدخل معه في سلاح، لا حد الحق وضع. إذن مشاهدينا قبل الختام، تنوه قناة النبأ مشاهديها الكرام إلى تغير تردد القناة وفق الإعدادات الظاهرة على الشاشة. إذا
إذا مشاهدينا الكرام بهكذا نكون وصلنا إلى ختام العاصمة لهذا اليوم. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الرسمي النبأ.تي في وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.